رقم سي. نمبر 1 لما اقول ذا كارنك تمبل، كارنك تمبل دوت موجود فين؟ is in Luxor. is in Luxor. الاجابه سي. نمبر 2 there are lots of books in the Alexandria. Alexandria library. ها نمبر 3 the Sphinx has a lion's body. ابو الهول له جسم، جسم اسد. and a human head. and a human head وراس انسان. people built Karnak temple for Amun. for Amun. النقطة الأولى يا فريدة في الاختياري، كارنك تمبل is a famous سير، هي كلمة في النص اللي في النص اسمها مونيمنت، مونيمنت أثر يعني الآثار، يبقى مونيمنت. نمبر 2 أبو سمبل is in the south of، هو في جنوب إيه؟ Egypt. Egypt. Number 3 the Amun dolat has a human head. فريدة سير، هي سير هي الأخيرة سفينكس، اسمه سفينكس. Number 4 the Amun dolat was built for Amun. كارنك تمبل. كارنك تمبل. اروح بعد كده لجزئيه اكمل، مديني جيزه وكارنك ولايبراري ونفرتاري. النقطه الاولى يا جودي، بقول كوين الملكه مين؟ كوين نفرتاري. 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 نمبر 2 ذا اي تمبل ذا كارنك. كارنك تمبل، معبد الكارنك. ذا سفينكس از ان، ابو الهول موجود فين؟ The Sphinx is in Giza. Giza. There are lots of books in the Alexandria library. Library. Vani. محضرتك يا سيد. رتبي يلا. There are famous. There are famous monuments. Monuments. آثار مشهورة in in Egypt. There are famous monuments in Egypt. الجملة الثانية the Sphinx. The Sphinx is in Giza. Is in Giza. Is in Giza. Is in Giza. أخذنا الكلمات دي ولا لسه؟ أخذناها. مجموعة الـ AR. طيب هتقولي الأكتيفيتي اللي عليها. متر ناقصة ايه؟ ترينفع اقول يلا يا جود، ترينفع اقول متر ام اي تي اي ار اي ار ووتر ووتر دبليو اي تي اي ار تيتشر دي اي اي سي اتش اي ار بيبر بي اي بي اي ار كمبيوتر سي او ام بي يو تي اي ار فلاور اف ال او دبليو اي ار. يلا يا محمد. محمد وليد بقر السبلنج بي اي كي اي ار سنجر السبلنج اس اي ان جي اي ار كلينر السبلنج سي ال اي اي ان اي ار بنتر السبلنج بي اي بي اي اي ان تي اي ار تيتشر السبلنج تي اي اي سي اتش اي ار متر السبلنج ام اي تي اي ار. تمام برافو. يلا اياد البنا فين؟ ماشي. يلا يا اياد الجمله الاولى في الترتيب بقول ذا تيتشر. ذا تيتشر از وير رايتنج رايتنج اون ذا بيبر اون ذا بيبر. الجمله الثانيه ماي ماذر ماي ماذر از watering watering بتروي او بتسقي the flowers الورد. the cleaner is cleaning with water with water. الصورة الأولى يا فريدة. حاضر يا teacher. teacher ها flower. فريدة flower متر متر ووتر. يلا يا
فاني ينفع اقول فاني مع حضرتك يا سيد؟ الصورة الأولى ده هي تقول عليها إيه؟ كمبيوتر فوق، كمبيوتر جنبها بيبر، بيبر ها سينجر بي، لا بي بيكر خباز، الأخيرة سينجر سينجر. يلا يا اياد يا صقر. دفر دي اي في اي ار ساوزان، ساوزان اي تي اتش او او يو اس اي اي ان دي شارك، شارك اس اتش اي ار كي، كيلو جرام، كيلو جرام كي اي لا ال او كيلو اي كي اي ال او ال او جي ار اي ام، يبقى الاي والار. يلا محمد وليد فش، فش الاسبلنج اف اي اس اتش، هنظرة الاسبلنج اتش يو ان دي ار اي دي، سفنكس الاسبلنج اس بي اتش اي ان ان اكس، جيلي فش، جيلي فش الاسبلنج جي اي ال ال واي اف اي اس اتش. يلا يا جودي، لما اقول هاو طول بسأل عنها مع مين؟ هاو طول از ايه؟ هي زي هنقول هنقول how to how tall is how tall is how tall is how tall is the seahorse. The seahorse. I have to. I have to. I have 200 100 pounds. A cat weighs. القطة وزنها I cat weighs about 3 kilograms. The Karnak temple is in Luxor. يلا يا فريدة، بقول نقط لونج، اسمها ايه لونج؟ How How long 10 plus 20 is 30. Sphinx is in، او الهول ده موجود فين؟ جيزة، جيزة. The mean fedora works in a school، teacher، the teacher. يلا اياد البنا، الرقم اللي قدامك ده كام؟ 100 وده 3 ها تلابيا، تلابيا كيلو جرام، كيلو جرام. محمد وليد هاو هاو لونج از ذا فيش، ها 40 بلس 30 از 70، 40 بلس 30 از 70 تمام. طيب هتقول اللي عايزه تقولي، عايزه تقول القطعه دي ايوه يا سير. يلا ذا تمبل اوف حتشبسوت، ماي اول واحده هتكون ماي فيفوريت، ماي فيفوريت ايجيبشن مونومنت از ماشي از ذا ذا تمبل اوف حتشبسوت ات، واللي بعديها ات از نير هنا تيبس اند ات از اباوت 3500 ييرز، 500 years old. The paintings، الرسومات اللي موجودة in the temple، in the temple are very in اسمها اللي هي interesting، interesting and beautiful يعني جميلة وشيقة وممتعة. They show important things from Hatshepsut's time. I love the monument because the paintings are awesome، وawesome هنا معناها جميلة. طيب مديني بعد كده امتحانات، اللي هي امتحانات قصيرة، لما اقول كارنك تيمبل
فين هنا في الصور اللي قدامي؟ اللي في النص. اللي في النص. كوين نفرتاري. اللي تحت. سفينكس. اللي على اليمين فوق. 800. 900. باقي بعد كده. يلا يا اياد يا بنا. تلابيا. تلابيا. T-I-L. A. B. A-V-I-A. ها. طول. طول. T-A-L-L. Statue. S-T-U. لا. S-T-A. S-T-A. U. T-U-E. T-U-E. Statue. S-T-A. T-U-E. Statue. S-T-A. T-U-E. Seahorse. Seahorse. S-E. S-A-E. لا لا. انت بتقلب ليه؟ S-E-A. H-O-R-S-E. يلا صقر. جيلي فيش. نقص ج. ج. ها. دايفر. الار. لايبراري. الواي. واي. ميجر. اتش. لا. كريم فاقول. يو. قول يا باني. ميجر. ميجر ناقصة ايه؟ ينفع اقول يا سير؟ قول يا اياد. ينفع اقول؟ يو. يو. ميجر ناقصة يو. ميجر ناقصة يو. تمام. هاتلي هاتولي بس يلا كده هاتلي هاتلي جزمة للاختيار ده هي. بيج 225. الجملة الأولى فريدة. بقول نقط is that man. حاضر يا سير. ها. هو هو بسأل عن أي إنسان بهو من نمبر 2 the octopus lives in the A. سي سي ها the seahorse is 20 meters 25 meters طول أقول له طول هنا لما أقول how long is it is it how long is it الجملة الأولى في الترتيب يا محمد how long is it 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 is 2 meters long. How? How tall is the window? It's. It is 6 meters tall. How long is your pencil? تمام. يلا جودي. ينفع أقول خلاص. أول واحدة هتكون paper اللي هو ورق. تاني واحدة teacher. تالت واحدة flower وبعديها octopus. تمام. octopus يعني. تمام. يلا اياد البنا الصورة ده هي تقول عليها ايه 800 وهنا بيتنج بنتر بنتر وهنا وهنا ذا سفينكس سفينكس وده كلينر كلينر وده سي هورس وده بيكر ها بيكر وهنا 600 وده سينجر ماشي ريبورت برضه بعده هات لي الامتحان السادس يلا يا فريده بقول هو از ذات هو از ذات مين مان ذات ا دايفر بعد كده بقول طول از هي هورس هاو هاو ات ازنت فيري تول اتس 30 سنتيمترز طالما بسأل بهاو طول يبقى بجاوب بإيه هنا؟ طول طول I love being in the AC اسمه AC مش موه مش موجودة هنا مش موجودة الكلمة أشيل ديت واكتب ريد يبقى اسمها AC ريد ريد سي هنشيل كلمة سي دهيت ونكتب مكانها ريد عشان أقول ريد سي ريد سي هات لي هات لي يونت 12 هنحفظ منه الكلمات الاولى فيه اللي هي I'd like a chicken please I'd like a chicken please يعني انا عاوز فراخ لو سمحت اريد دجاج لو سمحت I'd like chicken please I'd like a chicken please وهتقولي المحادثة صفحة 232 232 تمام جبناها
أيوة يا سيدي. لما أسأل هنا، لما أسأل هنا هانا يا هانا would you like some soup، تحب أجيب لك شوربة، would you like some soup، يبقى بستخدم جملة would you like لما أعرض على حد حاجة، لما أعرض عليك أكل أو شرب بقول لك would you like، تحب أجيب لك كذا، would you like some soup، تحب أجيب لك شوربة، فبتقول لي yes please، يا ريت لو سمحتي. يا هاني what would you like، what would you like، ماذا تريد أو ماذا تحب، قال I'd like chicken please، أنا عايز فراخ لو سمحتوا. Would you like some rice، تحب أجيب لك رز، would you like some rice، no thank you، لا شكرا، I prefer potatoes، أنا بفضل البطاطس، I prefer، بفضل البطاطس. Is that everything، الويتر طبعا هنا بمعنى جرسون، الجرسون بيقول لهم Is that everything، يعني هو ده كل اللي انتوا عايزينه، دي كل حاجة انتوا عايزينها. Yes I can't wait، أنا ما أقدرش أنتظر، the food is delicious here، الأكل هنا delicious، أخدناها أكتر من مرة، يعني delicious لذيذ يعني الطعم، لذيذ الطعم. thanks for your help، شكرا على مساعدتك، you are welcome، لما حد يقول لي thanks بقول له you are welcome، thank you، you are welcome، على الرحب والسعة. وكمان عايز نقول welcome، بتقول ايه؟ وعدي حد قال لي سانكس، عايز نقولها كده ولكم لوحدها، يو ار ويلكم، على الرحب والسعه او العفو. النقطه الاولى هنا لما كمل بقول سانكس يور هيلب، اسمها سانكس ايه؟ حرف الجر اللي بيجي بعد سانكس فور. وود يو نوت سام رايس، اسمها وود يو لايك، وود يو لايك ذا ايه من دولت از ديليشس هير، the food الطعام food. no thank you I prefer I prefer أنا بفضل potatoes no thanks I prefer potatoes. الكلمات اللي عندي في الحفظ، الكلمات اللي في الحفظ، مديني breakfast اللي هي الفطار، lunch الغداء، dinner العشاء، snack معناها وجبة خفيفة، وجبة خفيفة بتتاكل بين الوجبات الأساسية، يبقى الوجبات الأساسية بالنسبة لي breakfast lunch dinner، وعندي سناك وجبة بتتاكل ما بين الوجبات وبعضها، سوب اللي هي شوربة، فود طعام، ديليشس قلنا يامي معناها يامي لذيذ، تشيكن دجاج، رايس الرز، بوتيتوز بطاطس، فيجيتابلز خضروات، مورنينج الصباح، افترنون بعد الظهر، ايفنينج المساء، قلنا قبل كده اكتر من مرة ان هاف بتساوي ايت او درينك، هاف بتساوي ايت او درينك معناها كده يتناول، يأكل أو يشرب، هانجري قلنا جعان. دي مجموعة الكلمات الجديدة عندي، وهي مش جديدة لأننا احنا شفنا الحاجات دي قبل كده، تمام؟ طبعا لازم أبقى عارف إن احنا بنقول we have breakfast، بنفطر in the morning، we have lunch in the afternoon، we have dinner in the evening، التلات جمل دول مهمين، نقولهم تاني، we have breakfast in the morning، we have lunch in the afternoon، we have dinner in the evening. فوق بيقول لي we usually eat three meals، احنا بناكل كم وجبة في اليوم؟ ثلاثة. three meals a day، ثلاث وجبات في اليوم. when we are hungry between meals، لو جوعنا ما بين الوجبات دي هيت، we have a snack، بناكل وجبة تانية اسمها snack، يعني snack وجبة خفيفة، يعني وجبة خفيفة، وجبة خفيفة، بسكوت كده ولا سندوتش خفيف ما بين الوجبات وبعضها. يبقى اذا الوجبات الاساسيه بالنسبه لنا ناكل الغدا بعدين نحل الوجبات الاساسيه الاساسيه بالنسبه لنا اللي هي الثري ميلز، اللي هي البريكفاست واللانش والدينر، انما لو جوعنا ما بينهم وي هاف ا سناك، بناخد وجبه خفيفه كده اسمها سناك. قلنا لما بحب اعرض عليك حاجه بقول لك وود يو لايك، تحب اجيب لك كذا، وود يو لايك كذا، بتقول لي yes please أو no thank you، yes please أو no thank you، yes please أو no thank you. قلنا would like هنا بمعنى يحب أن أو يريد، يحب أن أو يريد. هحل عليها الاكسرسايز اللي عندي 35 و 36، 35 و 6. هاخد كلمات الدرس التاني كمان معايا في الحفظ اللي هي meat وfish وeggs milk bread cereal cereal fruit vegetables healthy food و unhealthy food dairy products اللي هي منتجات الالبان healthy body معناها جسم صحي
وجايز نكون أخدنا في الترم الأول حاجات خاصة بالجزئية دهيت اللي هي بنسميها النظام الطعام الصحي أيوة أو سيرو. الطعام غير صحي. واخدين كله تمام. هاجي هنا هوت أحل برضو الاكسرسايز الثاني عندي. أحل الاكسرسايز الثاني لحد 241 تمام. لو قضنا نحفظ كلمات اليونت كلها يبقى جميل جدا، لان ده اخر يونت بالنسبه لنا عشان الحصه اللي جايه ان شاء الله هتكون الاخيره. هنقفل فيها في كلمات احنا واخدينها. تمام، في كلمات كتيره متكرره، طبعا كلمات كتيره متكرره. تمام. هنخلص ان شاء الله الحصه اللي جايه تبقى الاخيره ان شاء الله الترم ده. كل سنه وانتم طيبين.